يا أصدقاء، دي الحلقة الثانية من السيريز اللي بنتكلم فيها على التارجتد ثيرابي، والنهارده هنتكلم على المونوكلونال انتي بوديز افيلبل فور درماتولوجيك ثيرابي. كل اللي اخره ام اي بي ماب ده مونوكلونال انتي بودي، ستاندز فور مونوكلونال انتي بودي، اور سيب ستاندز فور ريسبتور، كلهم تارجتد ثيرابي. والمونوكلونال انتي بوديز اللي مشهوره عندنا في الجلد موجهه ناحيه يا اما تيومر نيكروزس فاكتور يا اما موجهه ناحيه سام انترلوكس. تعالوا نراجع مع بعض، هو ليه تيومر نيكروز فاكتور؟ وات از تيومر نيكروز فاكتور؟ تيومر نيكروز فاكتور سيكريتد باي ا فرايتي اوف سيلز، مجموعه سيلز الاميون فانكشننج، وكمان بالكيراتينوسايتس والاندوثيليال سيلز. ابون ستيميوليشن باي اكسوجينس فاكتورز زي الانفكشنز، وفي الجلد زي الالترا فايلوت راي والهابتنز، واندوجينس فاكتورز مجموعه من الاميون فانكشننج سايتوكاينز والانترفيرون. وطبعا مالينسي التيومر نيكروزس فاكتورز اللي معروفين اربعه، تيومر نيكروزس فاكتور الفا اند بيتا. تيومر نيكروزس فاكتور بيتا له اسم تاني اللي هو ليمفوتوكسين الفا، النوع الثالث اللي هو ليمفوتوكسين بيتا، والفاس ليجند. فاس ليجند ستيمولييتس فاس ريسبتور، اف ستاندز فور ماوس لاين اللي هو اف اس 7 ذا ماوس سيل لاين، واس اسوسييتد سيرفيس انتيجين. يبقى انا عندي ريسبتورز ليهم كمان للتيومر نيكروزس فاكتورز، التيومر نيكروزس فاكتور ريسبتور، تيومر نيكروزس فاكتور ريسبتور 1 و2 و3 بلس الفاس، يبقى عندي اربعه تيومر نيكروزس فاكتورز واربعه سيل ريسبتورز. في كمان سيركليتنج ريسبتورز للتيومر نيكروزس فاكتور، دي سيركليت تو نيوترلايز تيومر نيكروزس فاكتور سيركليتنج ان ذا بلاد. البيز لاين بتاع تيومر نيكروز فاكتورز والفاس خصوصا بالفاس ليجند بتاعه اتس ديث دومين، عشان يقتل تيومر نيكروز، عشان يقتل السيل اوف ذا تيومرز. تيومر نيكروز فاكتورز هاز تو مين بايولوجيك افكتس، واحد فيهم اندكشن اوف ابوبتوتيك سيل ديث يبقى هنا اجينست تيومرز، والتاني برو انفلاماتوري افكت ستيميليشن اوف تيومر نيكروز فاكتور ريسبتورز 1 اند 2 بيعمل up regulation of adhesion molecules, induction of release of cyto and chemokines، يعني هنا inflammation بيحصل. tumor necrosis factor في الحدود الطبيعية بتاعته هو مهم جدا to antagonize the cancer cells، عشان كده لما بندي tumor necrosis factor inhibitors احنا بنبقى خايفين من ال induction او ال stimulation of hidden cancer كان موجود. وقلنا انه pro inflammatory effect عندي ثلاثة تيومر نيكروز فاكتور الفا انهبيتورز، انفليكسيماب، اداليموماب، اند انترسبت، اثنين مونوكلونال انتي بوديز، واحد ريسبتور. كويس؟ اجين اساس شغل تيومر نيكروز فاكتور انه يقتل التيومرز، انا هنا اي ستوب ذس، ففي ريسك اوف اندكشن اور بروباجيشن اوف مالجنسي، وانا بستخدم هذه الادويه. الادويه دي دخلت عالم الطب عشان كرونز ديزيز وارستيف كولايتس وروماتويد ارثرايتس وبعدين جاستريتيك ارثرايتس وبعدين ابتدت تاخد ابروفل فور بليك سورايسز، وهنوصل لقصتها دي بعدين. وما بينفعوش في الاوتو اميون ديزيز بالمناسبه. الثلاثه الانفلاكسيماب ده تقريبا يمكن اقدمهم، وكان بيتاخد انترافينس اللي هو الريميكيت، وتاني اليوزز بتاعته او الانديكيشنز بتاعته كرونز ديزيز، ارستيف كولايتس، بيهست ديزيز، روماتويد ارثرايتس، انكيلوزنج سبونديلايتس، وبعدين سورايتك ارثرايتس اند سورايسس. السايد افكتس ادفيرس افكتس قدام حضراتكم كتير، بما فيها اندكشن اوف سورايسس اور فيتيليجو، بما فيها بروباجيشن اوف هيدن انفكشن كرونيك انفكشن زي tuberculosis or hepatitis، وفي lethal hepatosplenic T cell lymphoma and CNS demyelination. adalimumab دخلنا هنا بناخده subcutaneous بقى اريح شوية اللي هو الهيوميرا، وبرضو خلوا بالكم الانديكيشنز برضو احنا بنتكلم في نفس القصة تقريبا بتاعت كل tumor necrosis factor alpha inhibitors، وفي الاخر psoriatic arthritis وسورايسيس. والادالموماب في شغل عليه مع الهيدرودينايتس سابيرتيف، واجين السايد افكتس انفكشن وليفر وكمان سي ان اس افكشن، وده مهم. التالت اللي هو الايتنرسبت، وده تيومر نيكروز فاكتور الفا، ده ريسبتور بيلف عشان تو نيوترلايز تيومر نيكروز فاكتور الفا اللي سيركليتنج في الدم. السايد افكتس بتاعته يمكن اقل شويه من الاثنين الانفليكسيماب والاداليموماب، بس برضو هو دخل برضو الطب ثرو روماتويد ارثرايتس انكيلوزنج سبوندلايتس سورايتيك ارثرايتس اند ذن بليك سورايتس. ادي الثلاثه
التيومر نكروزس فاكتور الفا انهبيتورز. عندي بعد كده مجموعه كبيره جدا من الانترلوكنز، طبعا مش هنتكلم عليها كلها، انما نحط الخط تحت كام واحد كده اللي مهمين لنا في هذه المحاضره: انترلوكين 4، انترلوكين 17 اند 23، انترلوكين 12 اند انترلوكين 5. وهنقول شغلانه كل واحد، بس بصوا عليهم والريفرنس هيبقى موجود قدامكم بعد كده. عندي اربعه موجودين في الماركت دلوقتي مشهورين، انترلوكين 17 انهبيتورز. الانترلوكين 17 انهبيتور مهم، برو الانترلوكين 17 مهم از كيموكاين برو انفلاماتوري فيري افكتيف ان اندكشن اند بروباجيشن اوف سورايسيس. الاربعه اللي ضد الانترلوكين 17 اتعملوا عشان السورايسيس اساسا، دول معمولين لنا بقى للجلد، دول جايين للجلد اساسا، وعشان كده كلهم واخدين الابروفال للبليك سورايسيس من الاول. عندي السيكيكينوماب اللي هو كوزينتاكس، وعندي الاكسكيزوماب اللي هو التالز سورايسيس سوريتيك ارثرايتس، وعندي البروداليوماب اللي هو السيليك برضو بليك سورايسيس، خلوا بالكم، وعندي البيمكيزوماب. بيمكيزوماب برضو عدت عليا بيبر لطيفه قوي مكتوب فيها دراجز ويز ديفيكالت نيمز، على كانت على المونوكلون انتي بوديز والجاك انهبيتورز. لو تاخدوا بالكم الاربعه دول اساسا متوجهين ناحيه البليك سورايسيس، وممكن يكون سورايتيك ارثرايتس. ليه الانترلوكين 17 في السورايسيس؟ هنقولها في البرزنتيشن بتاعت السورايسيس، ما تستعجلوش. عندي انترلوكين 23، عندي اربعه كمان ضده. الاولاني بي تارجت 1 بروتين كومن ما بين انترلوكين 12 وانترلوكين 23. اوستيكينوماب اللي هو ستيلارا برضه سورايسيس وسورايتيك ارثرايتس. جوسيركوماب اللي هو ترينفيا سورايسيس وسورايتيك ارثرايتس. ريزانكيزوماب سكيريزي، اسماء صعبه جدا بس برضه احنا بنتكلم في بليك سورايسيس، وهنا بقى كمان ده واخد ابروفال للاكيوت فورم جنرالايز فورم سورايسيس باستر سورايسيس، وده مهم جدا بالنسبه لنا بصراحه. ورابعهم تيلدراكيزوماب اللي هو ايلوميا او ايلومتري ايلوميناتي برضه بليك سورايس. انا عندي انترلوكين 23 وانترلوكين 17، ارجعوا في الفيديو ده شويه هتلاقوا ان انترلوكين 23 ستيمولييتس ذا ريليس اوف انترلوكين 17، وانترلوكين 17 از برو انفلاماتوري، وبيطلع الاثنين بيطلعوا ان ريسبونس تو ستيمولاي زي الباثوجنز، ودي غريبه جدا. ايه بقى شغلهم هنا في السورايسيس؟ ليه بيزيدوا في السورايسيس؟ هنقولها في محاضره السورايسيس. عندي الدوبيلوماب انت تارجت الانترلوكين 4 ار اتوبيك ديرماتايتس، اخيرا حاجه للاتوبيا اهو. احنا عارفين انه الانترلوكين 4 و10 من الحاجات المهمه اللي بتزيد في الاتوبيك ديرماتايتس. الدوبيكسنت اخد ابروفال انه يتاخد للاطفال اللي عندهم سيفير اتوبيك ديرماتايتس، ودي حاجه لطيفه جدا بالنسبه لنا. اوماليزوماب اللي هو الزولير، حتى لو تاخد بالكم الاسم التجاري بتاعه اير اي اي ار، ات واز اساسا ديفلوبد عشان البرونكيال ازما والسيفير الرجيك راينايتس ونيزل بولبس، لكن بما انه اجينست الاي جي اي يبقى تعالى نجربه في الكرونيك ايديوباثيك ارتكاريا، ويعني في سام ريت اوف سكسس، والسايد افكتس بتاعته على فكره من اقل الحاجات زي ما حضراتكم ملاحظين، وكلها يعني داخله تحت نطاق الالرجي، عشان كده يستحسن يتاخد في مكان في استعدادات فور تو تريت انافيلاكتيك شوك. موجا ميليزوماب ادي واحد عشان الليمفومز، بنتكلم بقى في الكلام المهم التقيل قوي اللي احنا مستنيينه من زمان، لان الناس دي وات ايفر سايتوتوكسيك دراج كانوا بياخدوه كانوا بيتعذبوا. فدي فتح كبير جدا، this is an improvement achievement جبار جدا. و الريتوكسيماب برضه هنا ده سي دي 20 اللي هو بتاع البي لينفوسايت، فالريتوكسيماب against leukemias and lymphomas. والاذرز خدوا بالكم بقى من الثلاثه اللي جايين دول. ادي واحد اسمه صعب اللي هو فاسندرا، كويس؟ ده مش عندنا في الجلد لحد دلوقتي، انما هو against interleukin 5 receptor، ده ضد الايزينوفيلز، فهو شغال في الايزينوفيلك سندرومز دلوقتي، واحتمال كبير قوي ان يدخل معانا في الالرجيك جرانيولوماتوز، لحد دلوقتي مش شغال في الجلد. ميركيزوماب ده
اعتقد انه ايلاي ليلي، وده انترلوكين 17 انتاجونز، ده شيء عظيم جدا، ده التارجت بتاعه، ولكنه الاف دي اي ما وافقتش عليه لان في مشاكل في المانيفاكشرنج بتاعه، ما بنتكلمش في سايد افكتس. سايد افكتس بتاعت المونوكلون انتي بودز اجينست انترلوكين 17 اند 23 اساسا بروباجيشن اوف انفكشن. ويفضل اخر واحد ايفاليزوماب الرابتي فكان موجود وكان معمول عليه شغل كبير جدا withdrawn from the market عشان بيعمل progressive multifocal leukoencephalopathy which is a viral infection and it is fatal although rare، وده اتسحب من السوق. يبقى ما زال لسه في كلام في المونوكلونال انتي بوديز، في حاجات ما زالت لسه اللونج تيرم افكتس بتاعتها ما بانتش، عشان كده ما هياش الفيرست لاين ثيرابي في اي حاجه من الديزيز اللي هنتكلم عليها. هراجع معاكم تاني مع حضرتك قبل ما اقفل في ثلاثه تيومن كروز فاكتور الفا انهبيتورز، ودول اساسا ناحيه الارثرايتس وسوريتك ارثرايتس، وفي اربعه انترلوكين 17 انهبيتورز بليك سورايسيس، واربعه انترلوكين 23 واحد فيهم مع الانترلوكين 12 كمان وبرضه دول للبليك سورايسيس، والانترلوكين 4 انهبيتور اللي هو دوبيليماب المهم بالنسبه لنا او دوبيكسنت عشان الاتوبيك درماتيتس، وفي اثنين ضد اللوكيميا اند ليمفوما. اند اعتقد كده كفايه على المونوكلونال انتي بوديز، واستنوني بكره نتكلم على الجاك انهبيتورز اللي موجودين. وسلام يا اصدقاء.